الظاهري هو مهاجر مغربي هاجر من المغرب إلى إسبانيا سنة 1991 من أجل إتمام رسالة الدكتوراه. هو كان في الحقيقة يعني سفري كان في اتجاه باريس، حيث كان عندي دعوة من جامعة باريس 8 لإتمام رسالة الدكتوراه، ولكن مروري من إسبانيا تصادف وتعرفي على رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إشبيلية، فاقترح علي يعني إتمام لماذا يعني الذهاب إلى فرنسا وليس يعني إتمام الدراسة يعني هنا في إسبانيا، بحكم يعني العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وخصوصا أن الجامعة الإسبانية مثل جامعة إشبيلية تتوفر على تخصص وهو تخصص الدراسات العربية والإسلامية، وكان آنذاك عندهم برنامج يسمى المغرب الإسلامي، يعني متخصص في كل ما له علاقة بما يسمى حاليا شمال إفريقيا أو المغرب العربي وعلاقته بدءا من 711 إلى 1492 بشبه الجزيرة الإيبيرية وتحديدا بما يسمى حاليا بإسبانيا. فهكذا كان مجيء. في الأخير قررت يعني التسجيل في جامعة إشبيلية بدل يعني إتمام رسالة الدكتوراه بجامعة باريس 8 كما كان البرنامج في البداية. بعدها يعني أنهيت دروس الدكتوراه سنة 1994-95 في الموسم الجامعة 94-95. بعدها التحقت بالجامعة الدولية الإسلامية ابن رشد التي كانت افتتحت أبوابها سنة 1995 في مدينة قرطبة. بعد تجربتي بجامعة ابن رشد الدولية التحقت بجامعة قرطبة ابتداء من الموسم الجامعي 1999-2000، وبعدها يعني بطبيعة الحال كان هناك يعني تحملي لبعض المسؤوليات الحكومية ما بين 2005 إلى سنة 2011 لأعود بدءا من سنة 2011 للتدريس من جديد في الجامعة لألتحق بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، وهي إحدى الجامعات العريقة التي يعني أسست منذ أكثر من 5 قرون وتعتبر يعني من أكبر الجامعات في أوروبا، حيث أن عدد طلبتها يفوق 94,000 طالب وأساتذتها يعني ما يناهز 6,000 أستاذ باحث. هو الخلل يعود إلى طبيعة يعني المهاجرين الذين هاجروا إلى إسبانيا، وهذا تشترك فيه إسبانيا وإيطاليا، يعني فهم مهاجرون أغلبهم يعني لأسباب اقتصادية، أغلبهم يعني من مناطق يعني قروية لم تتح لهم الفرصة لإتمام الدراسة أو لم تتح لهم الفرصة يعني ولوج المدرسة، نظرا لأنها مناطق لم تكن فيها مدارس آنذاك، نتكلم عن 70s-80s، أو إذن طبيعة هذه الهجرة يعني توجهت إلى 3 قطاعات هنا في إسبانيا. هناك قطاع الزراعة، ثم قطاع الخدمات، ثم قطاع البناء. إذن يعني على مستوى يعني البحث العلمي أو التعليم أو مهن أخرى تفترض أو تقتضي شهادة جامعية عليا، إسبانيا يعني مغاربة إسبانيا هناك يعني أسماء معدودة يعني على رؤوس الأصابع، ولكن أعدكم أن المستقبل سيكون واعدا، لأنه بدأنا نرى يعني في 10 سنوات الأخيرة أنه أبناء الجيل الأول الذين تم تجميعهم أو ولدوا هنا في إسبانيا هم الآن وصلوا إلى الجامعة، البعض منهم أنهى الإجازة ويحاول يعني تعميق تكويني سواء عن طريق ماستر أو عن طريق تسجيله في أقسام الدكتوراه، بمعنى أن المستقبل سيكون أحسن يعني. وإذا استندنا إلى كل الدراسات التي أجريت من قبل مراكز بحث جامعية أو من قبل مراكز استطلاعات الرأي أو من قبل المؤسسة الملكية الكانون التي يعني عادة يعني
تنشر دراسات واستطلاعات رأي حول إسبانيا وعلاقتها بمجموعة دول دائما المغرب يكون أحد الدول التي تدرس داخل هذه الدراسات. إذا استندنا إلى هذه الدراسات على الأقل منذ 2012 إلى 2016 آخر دراسة صدرت الشهر الفائت في إسبانيا، فمجموع الإسبان يعني يعطون للمغرب نقطة لا تصل إلى 5، يعني بين 4.3 إلى 4.8 على 5 يعني. والمغرب يعتبر أو يعني يأتي في المرتبة ما بعد المملكة العربية السعودية وبنزويلا، بمعنى أنه ليست هناك نظرة إيجابية، وهذا نجده ليس فقط على مستوى يعني على مستوى كل التوجهات الأيديولوجية، لأن هذه الدراسات تحاول أن تسأل بعض المستجوبين ذو التوجه اليساري أو الوسط أو ذو التوجه اليميني، وكلهم يشتركون. زيد على هذا أنها نفس الدراسات التي أجريت يعني في السنوات الأخيرة من قبل مراكز جامعية، ما يزيد عن 53% ليست لهم نظرة إيجابية تجاه المغرب والمغاربة والمؤسسات المغربية، ولكن هذا لا يمنع من أنه يجب الاشتغال مع نسبة 47% الذين يمكن أن يعول عليهم لتحسين هذه النظرة أو لتحسين هذه الرؤية. يعني هي كلها أبحاث تدخل في إطار المواضيع التي تكلمنا عنها، يعني أبحاثي هي حول الهجرة، وحينما أبحث عن الهجرة حينما يعني أقوم بأبحاث متعلقة بالهجرة تحديدا الهجرة المغربية، أول بحث والذي كان يعني هو رسالة دكتوراه حول الهجرة المغربية تاريخها أسبابها انعكاساتها، حاولت من خلال التأريخ للهجرة المغربية منذ ليس كما تقول كل الدراسات الصادرة في المغرب أو في أوروبا أن الهجرة المغربية بدأت مع دخول استعمار الفرنسي الإسباني سنة 1912، كما لا أتفق مع الدراسات التي تقول على أن الهجرة المغربية بدأت مع الاستقلال سنة 1956، بل أنه يعني دراسات التي يعني استغرقت أكثر من 20 سنة توصلت إلى أنه الهجرة المغربية بدأت منذ سنة 1845 عن طريق هجرة مجموعة من العائلات أو المجموعات الريفية من شمال المغرب إلى الجزائر الفرنسية، مستعمرة فرنسية آنذاك، عن طريق مدينة مليليا الخاضعة للسلطة الإسبانية. هذه المعطيات حصلت عنها عن طريق مجموعة من المراسلات الرسمية الدبلوماسية من قبل قناصلة وسفراء إسبان وفرنسيين إلى وزارتي الخارجية الفرنسية وما كان يسمى آنذاك وزارة الحرب الإسبانية، تثبت على أن كان تحولات بشرية وهجرات بين شمال المغرب تحديدا الريف وبين فرنسا أو الجزائر الفرنسية. بعدها بطبيعة الحال تأتي ابتداء خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى حينما فرنسا احتاجت إلى اليد العاملة سواء في المعامل أو المصانع لتصنيع الأسلحة بمجموعة مدن فرنسية، فكان توافق أو اتفاق لأخذ مجموعة من العمال من منطقة سوس بالضبط، فكان بعدها يعني مجموعة هجرات منظمة بدءا من 1914 إلى فرنسا لأن الاقتصاد الفرنسي احتاج لهم. ثم تأتي بعد هذا يعني الأوج الاقتصادي الذي عرفته أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، كذلك كان هجرة منظمة لمجموعة لآلاف المهاجرين المغاربة، لتأتي بعدها ما يسمى أو ما اصطلحت عليه الصحافة المغربية بالحريق أو الهجرة المسمى سرية أو الغير قانونية بدءا من أواخر الثمانينات بداية التسعينات بعد تطبيق مجموعة الاتحاد الأوروبي للتأشيرة على المغرب ومجموعة بلدان خارج دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني
فرض على مجموعة من آلاف المهاجرين اللجوء إلى طرق أخرى يعني للوصول إلى أوروبا إلى آخره. إذن هناك جانب من أبحاثي حاول أن يؤرخ للهجرة المغربية، حاول أن يبحث عن الأسباب الحقيقية للهجرة المغربية من المغرب إلى كل العالم، لأن الهجرة المغربية ليست فقط الأسباب الاقتصادية، هناك أسباب أخرى. حينما نقوم بدراسات ميدانية نجد على أن الهجرة المغربية خلفها أسباب أخرى يعني يتداخل فيها الاقتصادي، الاجتماعي، الإداري، الأداء الإداري للموظفي الإدارة إلى آخره. ثم حاولت تبيان الأدوار السلبية للهجرة المغربية على بلدان الإقامة وعلى المغرب نفسه، كمثال إسبانيا على اعتبار المغرب الهجرة المغربية هي أول هجرة أو الجنسية الأولى، ما يعادل 920 ألف، يعني أن المقيمون والمجنسون 82% من هذا المجموع هم في سن العمل. أن إسبانيا دور المهاجرين المغاربة في أن إسبانيا خرجت يعني من أزمة التسعينيات، الأزمة التي عرفتها منذ 1990 إلى 1995. زيد على هذا أن من خلال دراساتي توصلت إلى أن اليد العاملة المغربية ليس فقط يعني ساهمت في إخراج إسبانيا من هجرة من أزمة التسعينات، بل أنها كانت السبب الرئيسي في أن إسبانيا دخلت الأزمة متأخرة، الأزمة الأخيرة. يعني لولا دور هذه اليد العاملة لا كانت إسبانيا بدلا من دخولها الأزمة في المنتصف الثاني من سنة 2007 كان ستدخل قبل هذا. ثم يعني داخل الهجرة المغربية حاولت، والهجرة بشكل عام، أن أبحث يعني في مهاجرين داخل الهجرة وهم يعني هذه المجموعة يعني التي تقوم بدور صامت وهو المهاجرة المغربية، يعني دورها ليس فقط اقتصادي، على اعتبار أن المهاجر المغربي الذكر هو يعني همه الأول ماذا حينما يصل؟ أن يكون عنده يعني آخر موضات تليفون موبايل، أن تكون عنده سيارة، أن يبني منزل في قريته أو في مدينته، أن يرسل والديه إلى الحج إلى آخره. يعني أن شغله الشاغل هو أن الأشياء التي يمكنها أن تظهر للجيران أبناء القرية أو أبناء الحي أو أبناء المدينة أنه نجح. المرأة المهاجرة المغربية يعني أولوياتها أخرى، شغلها أو اهتمامها له علاقة بأشياء أخرى تهم العائلة وتهم البلد، فهي أولا توفر حوالي 75% من دخلها، ثانيا تحويلاتها عادة تصرف في مدرسة إخوانها أو أبنائها، عادة تحويلاتها تصرف يعني لتحسين مثلا سكن العائلة، عادة تحويلاتها تصرف يعني وهي تعطي أولوية يعني تمدرس الأخوات أو البنات على الأبناء على اعتبار أنها أول ضحايا. زيد على هذا أن كل ما تتعلمه المرأة المهاجرة المغربية في بلد المهجر يعني مجموعة من المهارات تكتسبها، فهي تستعملها في بلدها الأصل وهو المغرب. مثلا قلة وفيات الولادات أو الأطفال في المغرب، لاحظنا كيف أن هذا يعود الفضل فيه إلى هذه المهارات التي اكتسبتها في بلاد الإقامة، أو مثلا أنه نقص نسبة الهدر المدرسي بين تلميذات فتيات في المغرب، فالفضل فيه يعود إلى المرأة المهاجرة المغربية. وأخيرا كشق أشتغل عليه داخل أبحاثي وهو صورة المغرب في المخيلة الإسبانية وصورة المهاجر والمهاجرة المغربية لدى الرأي العام الإسباني. أحاول أن أبحث يعني أو أن يعني أنقب في أسبابها، دائما مقترحا
سبل معالجتها وتجنبها التي تتطلب ليس فقط يعني عمل يجب أن يقوم به المهاجر المغربي كمهاجر فرادى وكجماعات وكمجموعات، بل يجب أن يكون فيه تدخل مجهود للمغاربة كمغاربة كمهاجرون والمؤسسات كذلك، المؤسسات المغربية المعنية بملف الهجرة والدولة المغربية كدولة عن طريق يعني الوزارات التي يعني فوض لها تسيير ملف الهجرة، وكذلك المؤسسات الإسبانية أي كبلد إقامة. يعني أنا صحيح يعني منذ وصولي حاولت أن أدخل يعني ملف المغاربة والهجرة المغربية كمشكل آنذاك في البداية الأولى مع باقي مشاكل المجتمع الإسباني، لهذا في بدايتي الأولى في إسبانيا حاولت أن لا أؤسس جمعية للمهاجر المغاربة، بل أنني فرضت أن يكون ملف الهجرة كقطاع داخل جمعية حقوقية. كان لي الشرف آنذاك أن أكون أحد مؤسسيها، وبعدها باقتراح من أعضاء الجمعية تكلفت بمسؤولية منسق عام لنفس الجمعية ومسؤول عن قطاع الهجرة وعلاقاتها الدولية. ثم بعدها تم اختياري بطبيعة الحال كعضو في المنتدى الأوروبي للهجرة وكمنسق له بالأندلس. ثم بعدها جاءت التجربة الثالثة وهو خلق جمعية يعني تجمع بين الضفتين، فيها أطر وكفاءات من الضفتين الشمالية والجنوبية، سميناها جمعية الضفتين للهجرة والتنمية وحوار ثقافات. تجربتي على امتداد 26 سنة يعني، وردا على سؤالكم أين يوجد الخلل في العمل الجمعوي لمغاربة المهجر وبشكل أساسي إسبانيا، هو تتداخل مجموعة عوامل. الأول يتعلق بغياب ثقافة جمعوية لهذا المهاجر المغربي في إسبانيا، غياب هذه الثقافة بمعنى غياب تجربة، غياب وعي بدور وأهمية العمل الجمعوي خصوصا في بلد مثل إسبانيا، نظرا لما يزيد عن 40 سنة من الديكتاتورية. يعني المواطن الإسبان بعد وصول الديمقراطية، نظرا لبين قوسين لهذا الجوع الجمعوي الذي عانوه إبان الديكتاتورية، يعني ظهرت منذ وصول الديمقراطية إلى هذا البلد مئات الجمعيات على مختلف القطاعات، يعني قطاع المرأة، قطاع العائلة، الأطفال، حقوق الإنسان إلى آخره. إذن في مجتمع مثل المجتمع الإسباني أو في بلد مثل إسبانيا، المجتمع المدني له كلمته، له دوره وله أهميته. كما قلت لكم إخواننا المغاربة يعني كمهاجرون ليس لهم هذا الوعي بهذه الأهمية، ليست لهم هذه الثقافة، ويعتبرون أنه المشاركة في جمعية أو حضور اجتماعات أو أنشطة أو تحمل مسؤوليات هو مضيعة للوقت، وهذا عمل لا يدفع عنه. لهذا نلاحظ يعني هناك نوع من التشتت. الظاهرة التي نلاحظها يعني هناك تجارب محتشمة في كاتالونيا وفي مدريد، ولكن يعني الظاهرة التي نلاحظها مؤخرا هو ظهور يعني مئات الجمعيات دينية أو ذات توجه ديني، وهي جمعيات يعني يكون دورها عادة تأسيس مساجد وتسييرها والإشراف عليها. هذا بطبيعة الحال تمليه طبيعة القوانين المنظمة للشأن الجمعوي وللعمل الجمعوي وكذلك للشأن الديني، هي التي فرضت أن تكون هذه الجمعيات. يعني أنه حاليا عندنا ما يفوق 1400 جمعية دينية يعني، ولكن كجمعيات مدنية لا دينية لا سياسية، يعني هناك يعني جمعيات لا تتعدى 10 تجارب، وتعاني من مشاكل يعني مشاكل ضعف في التجربة على مستوى التسيير وعلى مستوى الإمكانيات. كذلك أضر بالعمل الجمعوي في إسبانيا
أحد التجارب التي يعني لم تكن بالجيدة وهو تورط إحدى الجمعيات للمهاجر المغاربة هنا بإسبانيا في إحدى العمليات يعني سمتها وسائل الإعلام بعمليات يعني فساد أو سوء تصرف في منح عمومية أعطتها يعني الدولة الإسبانية لهذه الجمعية لبعض البرامج المتعلقة بما يسمونه إدماج المهاجرين المغاربة. لهذا قلت لكم يعني لأختم يعني ردي على السؤال أن ضعف العمل الجمعوي المغربي في إسبانيا له علاقة بقلة أو بغياب ثقافة جمعوية، بغياب تجربة على مستوى العمل الجمعوي، وبعدم الوعي بأهمية دور المجتمع المدني في الحصول على مكاسب وفي